أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولكننا تعجلنا بعد هذه الآية بقول الله سبحانه: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وفاتنا أن نتكلم عن الآية التي تلي هذه الآية، وهي قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وخلاصة ما انتهينا إليه أن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه ويعلم أن الأغيار تأتي في خواطرهم وفي نفوسهم، وأن شهواتهم قد تستيقظ بعض المرات فتنفلت إلى بعض الذنوب. ولأنه رب رحيم ذكر لنا ما يمحص كل هذه الغفلة، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، أي بالمعصية التي فعلوها حين افتكموا إلى الطاغوت ولم يجيئوا إليك لتحكم بينهم. ما الممحص لهذه العملية؟ أإذا أذنب العبد ذنبا ربه يتركه هكذا للذنب؟ لا، إنه شرع له العودة إليه، لأن الله يحب أن يؤوب عبده إليه وإن غفل بمعصيته. فالحق سبحانه وتعالى علمهم كيف يمحصون هذا الذنب، فقال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، هم أعرضوا أولا عنك فحكموا سواك، فالعلاج من هذه أن يجيئوك، يبقى دواء الإعراض أن يجيئوا، ثم غفلوا عن أنك ممثل الحق في التشريع وفي الحكم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول تأييدا لاستغفارهم لله، حينئذ يجدون الله توابا رحيما. الحق سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر في تمحيص الذنب، وتمحيص الذنب معناه أنك خالفت تكليفا ممن آمنت به، فإذا لا بد أن يتكلم عن حقيقة الإيمان الذي يمكن أن يكون بعده ذلك التمحيص. والإيمان هو فتحة القوس الأولى بالنسبة للعبد وربه، وتمحيص الذنب هو قفل القوس. فالحق بعد أن تكلم عن التمحيص تكلم عن حقيقة الإيمان بالله، حتى لا يشرد واحد من إطار ذلك الإيمان فيفعل مثل هذه الفعلة. فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن العملية لابد أن نستقبل الإيمان على أن هذه قضية ثابتة وندور في فلك هذه القضية. فيقول الحق: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. إذن ساعة حكموا غيرك فقد خرجوا من دائرة الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا نلاحظ فأعطف، وهنا نلاحظ لا، وهنا نلاحظ قسما، وهو وربك، ثلاث أشياء: فاء ولا نافية، وقسم بقوله وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذا كانوا قد ذهبوا فحكموا غير رسول الله، أي مع أنهم شاهدون بأنه رسول الله، يشهدون أنه رسول الله، ثم يحكمون غيره ولا يرضون بقضائه. هذه القضية التي حدثت، يشهدون أنه رسول الله ثم يرضون بحكم غيره ويذهبون إليه ولا يرضون حكمه،
تلك قضية. فالحق يجيب عنها يقول لا، هذه لا تكون أبدا. يبقى لا النفي جايين عشان تنفي ايه؟ تنفي ما تقدم، يشهدون أنه رسول الله ثم يحكمون غيره. يقول لا دي ما تنفعش، ما تمشيش عندنا. يعني فإذا ثبت أنهم شهدوا أنه رسول الله ثم ذهبوا لغيره ليقضي بينهم، فإذا حصل هذا يبقى حكمنا في القضية ايه؟ دي لا تكون ابدا. تبقى ادي الفيه وادي ايه؟ وادي لا. وبعد ذلك اقسم الحق فقال وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقسم الحق له ان يقسم بما شاء على ما شاء، لكن احنا خلق لا نقسم الا بالله، انما هو يقسم بما شاء. يقسم بالمادة الجبلية والطور وكتاب مسطور، يقسم بالذاريات والذاريات، يقسم بالرياح، يقسم بالنبات والتين والزيتون، يقسم بما شاء، والصافات صفا، يقسم بالملائكة. ولكنك إن نظرت إلى الإنس لم تجده أقسم بأحد من سيد هذا الكون وهو الإنسان إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بحياته فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد، لعمرك يعني بالضبط كده، وحياتك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمرون. لم يقسم بسيد الخلق وهو الإنسان، لم يقسم بفضل إلا بمين؟ إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم الله بعد ذلك بنفسه فقال فورب السماء والأرض إنه لحق. ساعة ما يقول فورب السماء والأرض لازم يجيب ربوبيته لخلق عظيم احنا شايفين، ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. يعني لما تفكر في خلق السماء والارض تلاقيه ايه؟ اكبر من خلق الناس. قال فورب السماء والارض انه لحق. وبعد ذلك ياتي ايضا لما قال رب الضخامه بين السماء والارض ويقسم ربها بيقسم، يقوم برضه يشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اقسم بخلق اكبر من الانسان، يجي يقول ايه؟ فوربك لنسألنهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله، دي تكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام بيقسم مرة يقسم برب السماوات والأرض ثم يقول فوربك يا محمد لنسألنهم عما كانوا يعملون، فلا وربك لا يؤمنون، ده دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام دي حاجة إيه؟ إياكم أن تظنوا أنه حينما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أن محمدا دخل في الناس، إنما سيدنا رسول الله جبه زي السماء زي السماء والأرض. ما دام قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس هنقول بقى وسيدنا رسول الله داخل في الناس. مين يقول لا؟ حقسم به زي ما أقسمت بالسماء والأرض. فوربك لنسألنهم. وليه ما يقسم برب السماء والأرض؟ قال لك لأن الرب يحتاج أشياء كثيرة أوي، يخلق ويربي ويتعهد ويأدب. طيب خلق السماء والأرض خلاص، دي كفاية فيها الخلق وناموس الكون والتسخير وانتهت المسألة. لكن لما يخلق محمد مش عايز بس الخلق، ده عايز تربية علشان يكون فيها ايه؟ ارتقاءات النبوة، يبقى حاجة تانية أو كبيرة أو كمان بقت كبرت شوية كمان ارتقاءات. بقوله فوربك الذي خلقك والذي سواك والذي رباك والذي أهلك لأن تكون خير خلق الله وألا أن تكون خاتم الرسل ولأن تكون رحمة الله للعالمين، يقسم بهذا كله. فوربك لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بقى بعد ما يدخل فيها هذه المهابة بالقسم برب رسول الله، نبقى نقول ما نحكمش بقى
ده الحكاية بقى فيها تمام يعني. يبقى اذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر. يحكموك التحكيم، كل كلمة الحكم والتحكيم والحكمة والكلام ده كله مأخوذ من الحكمة، وهي لجام يوضع في فم الفرس. اللجام اللي موضوع في الفرس يعمل ايه؟ يحوش ان ايه؟ ان اراد ان يشهد ويلويه الناحية ويلويه يتحكم فيه. فكذلك الحكم يعمل ايه؟ يعوق كل واحد عن شروطه في اخذ حق غيره. تعال هنا انت، تعال هنا انت، ادي معنى التحكيم ومعنى الحكم ومعنى الحكمة. حكمة توضع الشيء هنا وما توضعوش هنا. فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كلمة شجر دي الشين والجيم والري، اذا رأيتها تفهم انها مأخوذة من الشجر اللي انت عارفه ده. طب الشجر اللي انا عارفه ده ايه؟ فيه نباتات لا تلتصق ببعضها، وفيه نباتات تكبر الحاجة فتلتصق ببعضها تتشابك. يعني ما شفتش كده شجر كده عمال متشابك في بعضه؟ تشابك في بعضه ودخلت الفروع دي في الفروع دي، بحيث لا تستطيع ايها الناظر ان تقول ان هذه ورقة الشجرة دي ولا ورقة الشجرة دي. واذا ما اثمرت وكان من نوع واحد، ما تقدرش تقول الثمرة دي من الشجرات دي ولا الثمرة، تبقى الامر اختلط. فشجرة معناه ايه؟ اختلط الامر. وشجر بينهم يعني ايه؟ قام نزاع واختلاط في امر. انت تروح تفصل الشجره دي عندي، الورق ده عندك، والثمره دي عن الثمره ايه؟ على الثمره دي. شجر بينهم هنا ساعه ترى اشجارا من نوع واحد وتداخلت مع بعضها واختلطت، انت لا يعنيك وانت جان الثمره او مستظل بالشجره ان تكون هذه الثمرة التي قطفتها من هنا او من هنا. يعني انت ايه المسألة دي؟ بالله بقى انت جيت قلت انا حجم ثمر الشجرة ايه؟ فحبيت تعجل دي ابدا. انت بتاخد الثمرة حيثما وجدت، ما بيعنيكش ان تكون من هذه او استظلت تحت شجرة، جيت تحت جزء شجرة كده واستظليه، ما يعنيكش انك انت تعرف الظل دي جاي من ورق الشجرة دي ولا من ورق الشجرة دي. دي فائدة اختلاط المتساوي، فائدة اختلاط المتساوي. لو كانوا مش متساويين كنت انا عايز ورقة شجرة كذا اقوم انقيه لان انا عايزها لامر خاص، انما زي بعض متساوي. والخلق كلهم متساوون، فكان يجب ان اختلطوا ان تكون المسألة مشاعا بينهم، ويأخذون الخير من هنا او الخير من هنا او الخير. انما طبيعة النفس الشح فتنازعوا. ولذلك لما يجي واحد اتنين متخاصمين له يقول لهم اتريدون ان احكم بينكم بالعدل ام بما هو خير من العدل؟ ففزع قوم وقالوا اهناك خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل ان تأخذ حقك ويأخذ حقه، والفضل انكم تتنازلوا البعض. تبقى الحكايه ايه؟ ما دام المساله يعني اخوه واحده والخير عندك زي الخير عندي قد بعض، ايه يعني؟ يبقى المساله اهون من ان يكون عليها ايه؟ اشتجار. انما اذا حصل الاشتجار لابد ان يوجد الفصل بقى. يبقى مين اللي يفصل بقى؟ سيدنا رسول الله. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شاء. لان الايمان ليس قوله تقال، وانما قوله لها وظيفه، بتقول لا اله الا الله وبتشهد ان محمد رسول الله، لازم دي لها ايه؟ لها وظيفه، لازم تحكم حركه حياتك. لا اله الا الله يبقى لا معبود الا الله، لا امر الا الله، لا نافع الا الله، لا ضار الا الله، لا مشرع الا الله، لا حاكم الا الله. كل تبقى مش بس كلمه تقول ايه؟ طيب هل يصح تقولها وبعدين لما تيجي لك امر يحتاج الى تطبيقها تفر منها؟ لا. فلا ربك لا يؤمنون بالكلمة حتى يحكموك. التطبيق اهو، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ومش بس يحكموك صوريا كده، لا، ده يحكموك برضا في التحكيم.
ثم لا يجدوا في انفسهم ايه حرجا ضيقا مما قضيت. مش يبقى رايح له وبعدين لما يحكم يعني ينطعت شويه كده. طيب ويسلموا تسليما يزعنون ازعانا. يبقى الايمان يبقى متمثل في ايه؟ لا في قول يقال وانما في توظيف ذلك القول. توظيفه بايه؟ بانك انت تلجأ اليه في العمليات الحركيه في الحياه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يترجم الايمان الى قضيه واقعيه. هذه القضيه الواقعيه اختار الحق لها اعنف ساعات الحرج في النفس البشريه وهي ساعه الخصومه. الخصومه دي بتجيب اللبد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ايه لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. لانه قد يجد حرجا ولا يتكلم ويسلموا تسليما يزعنون اذعانا. بص للثلاثه دول وبص للثلاثه اللي جايين في ممحصات الذنب. هناك ثلاثه وكده ثلاثه. ثلاثة الأولانين إيه؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك أبي واحد فاستغفروا الله أبي الثاني واستغفر لهم الرسول أبي الثالث. دي ممحصات الذنوب خلاص. والذي يدخلك في حظيرة الإيمان الثلاثة برضه إيه هي؟ فلا وربك لا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن فالقوسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول في حظيرة إيمان وخروج من غل ذنب الاثنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هنا وقفة لا أبالغ إذا قلت أنها شغلتني أكثر من 10 سنين. هذه الوقفة حول قول الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجهوا الله توابا رحيما. ذلك يا ربي تمحيص من عاصر رسولك صلى الله عليه وسلم. فما بال الذين لم يعاصروه؟ أين الممحص الذي يقابل هذا لمن لم يعاصر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول إنما جاء للناس جميعا. فكيف يوجد ممحص لقوم عاصروا رسول الله ثم يحرم من لم يجيء من جاء بعد رسول الله من هذا التمحيص؟ هذه مسألة صلت في ذهني ولا أجد لها جوابا. إلا أن قلت لقد ثبت عندي وعند بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حياتي خير لكم ومماتي خير. شوف التطمين. تعرض علي أعمالكم فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك عملت إيه؟ كأن حتة استغفار الرسول دي بيستغفر. يبقى ما بقي منها إلا أن نستغفر الله. وما بقي الا ان جاءوك. طب ما يجاءوك يجيئوا لسنتك يجيئوا لما تركت. اذا كان هو قال انا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا بعد. فكما كنا نجيئه كان الاحياء يجيئونه نحن نجيء الى حكمه نجيء الى سنته نجيء الى تشريعه وهو بيستغفر جاهز بيستغفر لنا كلنا. تبقى دي حته وانتهي. يبقى بقي ان نعمل ايه؟ ان نستغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه ان شاء الله. قول الحق سبحانه وتعالى ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يعني باي حكم تكليفي او باي حكم قضائي. الحكم التكليفي ده احنا عارفينه افعل ولا. الحكم القضائي لما اتنين بيتنازعوا في شيء يبقى لازم نسلم تسليم في مين؟ في الاثنين الحكم التكليفي والحكم الايه والحكم القضائي. يقول الحق سبحانه وتعالى ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم. او ده حكم ايه القاسي دي اقتلوا ايه انفسكم او اخرجوا
جايب القتل وجايب الخروج من الديار، لان الاثنين زي بعض. لان القتل معناه ايه؟ مش خروج الروح من الجسد؟ طب ما هو الخروج من الدار خروج الجسد من الارض اللي عاش فيها، يبقى دي قرينة ولا لا؟ ساعة ما يخرج من وطن وعملية تبقى ايه؟ تبقى صعبة عليه قوي. فبيجيب الحكمين الاثنين دول ليه؟